تتميز مملكة البحرين بتراثها الغني الذي تتوارثه عبر سنوات طويلة، وتعتبر الأزياء البحرينية ذات مكانة مرموقة لتصاميمها المميزة، كما يعد الزي البحريني التراثي سمة من سمات الشهر الفضيل، حيث تحرص الأسر على ارتداء تلك الأزياء في هذه الأيام المباركة. بلمسات تراثية صممت أزياء تمزج الحاضر بالماضي ليتزين بها البحرينيون في شهر رمضان، لما لها من خصوصية ارتبطت ارتباطا وثيقا بذلك الماضي الجميل. فالأسواق في هذه الأيام تعج بأشكال مختلفة من الأزياء الشعبية البحرينية، والتي تميزت بخطوط دقيقة ونقوش ملونة. محلنا عبارة عن محل تقليدي ممزوج بالطابع العصري، نحب ان احنا نستخدم التصاميم القديمة اللي اجدادنا كانوا يستخدمونها، نفس التطريز والنقط انزين، ونمزجها مع تصاميم حديثة. ونفس ما عندنا هنا عندنا ثوب النشل انزين، هو طابع قديم لحد الحين في رمضان الناس تحب تلبسه، فشهر رمضان الناس تحب تلبس الثوب التقليدي. فثوب النشل يعني خصوصا اللون الاخضر قبل كان تلبسه بس العروسه او وقت الخطوبه، الحين يعني 2024 في رمضان يلبسونه عادي في الغبقات، في حفلات معينه تصير في رمضان، فحتى في قرقعون يلبسون ثوب نشل عادي. وللاطفال نصيب من تصاميم الازياء التراثيه التي صممت لهم، حتى يتعرفوا على احد مظاهر التراث والتي تجسدها الازياء التراثيه في شهر رمضان المبارك، ومن ابرزها القرقعون فالقحفيه والسديري والغتره والعقال، بالاضافه الى الجلابيات الملونه وغيرها، تعد سمه اساسيه في هذا الشهر الكريم. أغلب الناس يعني حتى اللي عندهم عيال عمر 3 سنوات أو 5 سنوات سواء كان صبي أو بنية، يحاولون دائما يعلمونهم على الملابس التقليدية نفس الجلابية، والأم بعد هم تلبس هي جلابية وتعلم بنتها على هاي الطابع التراثي التقليدي، وشباب نفس الشيء الأب يقوم يعلم ولدنا يلبس الثوب والسديري ويعني والثياب الخاصة بالشيء التقليدي. الناس يعني من جميع الأعمار تلبس ثياب تقليدية، ثياب تقليدية بحتة يعني، من العباية، من الثياب اللي تحت العباية، جلابيات وثياب يعني يبين عليها صدق يعني رجعنا للماضي. حتى الشوارع في البحرين تشوفينها شي خلاص رجعنا للماضي. الأزياء التقليدية البحرينية أصبحت علامة بارزة في السوق الخليجية نظرا لما تتمتع به من خصوصية، متفردة بجمال تصاميمها وألوانها الجميلة والزاهية، كثوب النشل الذي ما زال يحتفظ بمكانته التراثية رغم صيحات الموضة العالمية وتنوع التصاميم الحديثة. الأزياء الشعبية البحرينية ذات الهوية القديمة المتجددة تتميز بخطوط لافتة وتصاميم تراثية أصيلة، تحرص الأسر في البحرين على ارتدائها طوال أيام الشهر الفضيل، لما لهذه الأيام من خصوصية وارتباطا وثيقا بزمن الأجداد. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.